طبعا يعني وزارة التخطيط يعني التنمية المستدامة يعني 2030، أزمة كورونا هل هتأثر على أولويات استراتيجية مصر 2030 ولا هتمشي برضو بنفس الخطوات؟ لا طبعا هتأثر، وخليني أقول لحضرتك هتأثر في الأولويات في الترتيب. وإحنا يمكن كان عندنا امبارح فيديو كونفرنس مع مجموعة الأمم المتحدة، وكنا بنتكلم معاهم إنه حتى على مستوى، لأنه أهداف التنمية المستدامة المحلية هي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، من أهداف الأمم المتحدة، فلابد إن الأمم المتحدة كمان تشتغل على مجموعة من الأولويات في هذه الأهداف، لأنه ده محتاج رؤية دولية ورؤية محلية. احنا كنا بدأنا في حوارات مجتمعية لتحديث رؤية مصر 2030 بعد الإصلاح الاقتصادي، لأن في بعض المستهدفات اتغيرت، في بعض الأمور والمستحدثات والمستجدات بتتم، زي موضوع ندرة المياه، زي الزيادة السكانية، كل هذه الأمور بنبقى باستمرار، دي عملية ديناميكية يعني كما يطلق عليها. فمما لا شك فيه ان احنا عمليه بقى الحوار المجتمعي هتستمر مره اخرى، لان الرؤى طويله المدى دي زي ما بنقول دايما دي وثيقه حيه. فاي مستحدثات او اي مستجدات لابد ان احنا نقعد ونناقشها، وميزه هذه الرؤيه ان هي تشاركيه، فهي الحكومه المنسق للرؤيه ولكن مش هي الوضع لهذه الرؤيه، الوضع لهذه الرؤيه هي المجتمع المدني، هي الجمعيات الأهلية، هي الأكاديميين، هي الإعلاميين، هي المفكرين، الكتاب، القطاع الخاص، هم الواضعين لهذه الرؤية. فاحنا هنفتح طبعا هنستكمل، مش هنفتحه، احنا كنا بدأناه، لكن هنستكمل الحوار المجتمعي لوضع مستجدات الرؤية. والرؤية طويلة المدى هي زي ما بتكون احنا كمجتمع كلنا اتفقنا ان احنا نسافر أسوان مثلا، فاحنا كلنا متفقين على الهدف خلاص، ولكن بنختلف فهنروح أسوان ازاي؟ طيران، قطر، الوسيلة بالزبط ايه بالظبط؟ بالظبط كده. فبيبقى المستحدثات دايما هي الطريقة اللي احنا هنوصل بيها لتحقيق، لكن الهدف هو متوحد، الهدف واحد. طيب هل في تعاون وتنسيق خاص مع القطاع الخاص في أزمة كورونا؟ طبعا بيبقى في لقاءات وحوارات مستمرة عشان نشوف ايه الإجراءات. القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، فلابد في لقاءات مستمرة وفي اجتماعات مستمرة مع القطاع الخاص، بحيث ان احنا نبقى عارفين ايه طلباتهم، لانه هم النهاردة يعني بيديروا وبيشغلوا مشغل لحجم كبير من قوة العمل، فلازم ان احنا نسنده عشان يكمل معانا. وزي ما كنت بقول لحضرتك احنا في المجلس القومي للأجور في رؤساء اتحادات الصناعة، الغرف التجارية، الغرف الصناعية، ممثلي القطاع الخاص موجودين، عشان كلنا دي فترة حاسمة وهامة جدا، والتكاتف المجتمعي بيبقى مهم جدا عشان نقدر ان احنا يعني نعدي الفترة الحرجة دي ان شاء الله بقوة ونرجع. وطبعا الأقوى هو اللي هيخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، واحنا ان شاء الله هنطلع بأقل الخسائر.